HTML. مبدئيا HTML دي مش لغة برمجة. لغة البرمجة بتعتمد على اللوجيك، بتعتمد على المنطق، يعني لازم يكون فيها حاجة زي الـ if statement، لو حصل كذا اعمل كذا. الـ HTML ما فيهاش الكلام ده، مجرد اني بنظم بيها محتوى الصفحة، الصورة هنا لا تحت شوية، الكلمة موجودة في جدول ولا مش موجودة في جدول، الكلام حجمه كبير شوية حجمه صغير شوية، لونه أحمر لونه أخضر، مجرد تنظيم لشكل الصفحة. ومع ذلك مع كل التنظيم ده فالـ HTML بيخلي الصفحة شكلها وحش جدا. عشان الصفحة يكون شكلها حلو لازم اتعلم حاجة تانية اسمها CSS. لو محتاج بقى الصفحة يكون فيها شوية برمجة بحتاج ان انا اتعلم حاجة اسمها JavaScript. الـ CSS والـ JavaScript كل واحد فيهم ليه فيديو لوحده. النهاردة هنتكلم بس عن الـ HTML. ازاي هقدر انظم صفحة باستخدام الـ HTML؟ تعالوا نستخدم الموقع بتاعنا rebel.it ونسكرول داون نختار HTML و CSS و JS يعني JavaScript. هيفتح لنا صفحة بالمنظر ده. انا هدوس على الزرار اللي اسمه Files عشان يقفل المنيو اللي في الجنب ويظهر لي الشاشتين دول. الشاشة الاولانية اللي فيها كلام مكتوب ده الـ HTML، ده اللي انا بكتبه بالـ HTML. والشاشة التانية اللي فاضية ده اللي هيظهر للناس لما تفتح الموقع بتاعي، الموقع اللي انا هعمله اونلاين هيظهر للناس بالشكل ده. دلوقتي حالا هو فاضي مع ان في كلام مكتوب. مش معنى ان انا كاتب حاجة بالـ HTML ان الحاجة دي لازم تظهر للناس. انا كراجل بتاع كمبيوتر بشوف حاجة والناس بتشوف حاجة تانية. الـ HTML بينظم الصفحة ازاي؟ بينظمها عن طريق حاجة اسمها tags. ايه التاجز دي؟ تعالوا هنا نشوف كلمة HTML اللي هنا، هكبر الصفحة شوية. HTML اللي هنا ده تاج، ده اسمه تاج. اي تاج بفتحه لازم اقفله. انا عملت هنا تاج اسمه HTML، باجي تحت هنا بعمل تاج تاني اسمه HTML برضو، بس قبليه في هنا سلاش، يبقى HTML اخره سلاش HTML. اللي موجود جوه ليه علاقة بال HTML. جميل. طيب في تاج تانية اسمها head بتتقفل بتاج تانية اسمها head سلاش head، وفي تاج تانية اسمها body بتفتح هنا body وبعدين تقفل هنا body. الحاجات دي أساسية في أي صفحة HTML. يبقى صفحة الـ HTML بتبقى متقسمة جواها لحاجة اسمها head وحاجة اسمها body. ايه الـ head وايه الـ body؟ تعالوا نشوف، نصغر الصفحة تاني ونكبرها الناحية دي. الكلمة اللي مكتوبة هنا دي result دي head، والكلام اللي موجود جوه هنا ده البادي. الموقع بتاعنا اسمه جمالتك، انا عايز يظهر في حته الريزلت دي جمالتك. تعالوا ندخل على كود ال HTML تاني. الكلام اللي جوه الهيد ده كله انا مش عايزه، هحتاج منه سطر واحد بس. انا همسح كل ده وهمسح السطر ده، واللي جوه البادي برضو مش عايزه. يبقى انا هيتبقى لي البادي فاضي والهيد موجود فيه سطر واحد بس. سطر واحد موجود فيه تايتل، في تاج مفتوحه اسمها تايتل ومقفوله بسلاش تايتل. الكلام اللي موجود ما بين التايتل هو ده بالظبط اللي هيظهر فوق مكان الريزلت. فتعالوا نكتب هنا جمالتك ونيجي هنا نضغط رن. رن ده اللي بيخلي الكمبيوتر يقرا الكلام اللي انا كاتبه بال HTML ويترجمه للحاجات اللي الناس هتشوفها لما تفتح صفحه الانترنت بتاعتي. فتعالوا ندوس رن، ظهر صفحه فاضيه وبرده كلمه ريزلت موجوده فوق. انا غيرتها لجمالتك، المفروض اشوف جمالتك. هشوفها ازاي؟ هدوس على الزرار اللي هنا كليك، هيظهر فوق في التاب اللي فوق جمالتك زي ما انا كتبتها بالظبط، وما زال الصفحه جواها فاضيه، البادي عندي فاضي. تعالوا نرجع تاني نعدل في الكود بتاعنا. البادي اهو فاضي، عايزين نكتب فيه حاجة، عايزين نكتب عنوان. هنكتب HTML HTML course. احنا دلوقتي في HTML course. خد بالك انا كتبت HTML course من غير tags، من غير tags. هنا كان في tags title وtitle، هنا من غير tags. تعالوا ندوس run، ظهر كلمة HTML course زي ما أنا كاتبها بالظبط، بس هي ظهرت في أول الصفحة، أنا عايزها جوه شوية. تعالوا نيجي قبل كلمة HTML هنا ونعمل 10 مسافات ونعمل run. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ولا أي حاجة، ظهرت زي ما هي. الـ HTML ملوش أي علاقة بالمسافات والإنتر اللي أنت بتعملها، ملوش أي علاقة غير بالتاجز. أنا عايز أعمل مسافة فأنا لازم أكتب تاج، التاج دي بتقول له امشي 10 مسافات. أنا عايز كلمة HTML course تكون موجودة في نص الصفحة، يبقى لازم يكون في تاج بيقول له خلي HTML course تكون موجودة في نص الصفحة. التاج ده عامل إزاي؟ هاجي هنا أقوم كاتب سنتر، وأجي هنا أقفل التاج، أقوم كاتب سلاش سنتر.
عشان اقدر اقرا الكود بتاع HTML كويس لازم التاجز انظمها بطريقه معينه. يعني ايه؟ ال HTML دي اللي مقفوله تحت دي التاج الكبير، كل الحاجات دي جواها، وبالتالي الحاجات دي كلها لما اجي اكتبها بكتبها داخله جوه شويه، داخله جوه بقد ايه؟ بمسافه اسمها تاب. في زرار اسمه تاب موجود على الكيبورد بضغط عليه مره واحده بيعمل لي اربع مسافات. في الموقع اللي احنا شغالين عليه ده بنعمل مسافتين بس. التايتل دي موجوده جوه الهيد، فباجي هنا عند التايتل او معامل تاب تانية، يبقى التايتل جوه شويه عشان هي تحت الهيد. نفس الكلام في سنتر، سنتر دي موجوده جوه التاجز اللي اسمها بادي، بادي مفتوح هنا ومقفول تحت، السنتر دي جواها، فحاجي قبل السنتر وادوس تاب، يبقى سنتر داخله جوه شويه عشان انا كمبرمج لما اجي اشوف الكود من بعيد اقدر اعرف بالظبط هي مين تبع مين. نعمل رن هنلاقي كلمه HTML كورس وصلت فعلا في نص الصفحه. طيب عايزين نغير لونها، يبقى نعمل ايه؟ نعمل تاج تانية بتغير اللون. هغير لونها قبل ما احطها في نص الصفحه ولا هغير لونها بعد ما احطها في نص الصفحه؟ بناء على اجابه السؤال ده انا هعرف اكتب التاجز بتاعه تغيير اللون قبل كلمه سنتر ولا بعد كلمه سنتر. لو انا كتبت التاجز بتاعه تغيير اللون قبل السنتر يبقى لازم اقفله بعد السنتر. يبقى هاجي هنا اقول فونت color equal مثلا red، يبقى انا عايز اللون احمر. دي تاج انا فتحتها لازم اقفلها، عشان انا فتحتها قبل السنتر هقفلها بعد السنتر. هقوم عامل كده سلاش فونت وهعمل رن، هيعمل HTML كورس بالاحمر. لو انا هعملها بعد السنتر كنترول اكس وهعملها هنا كنترول في، يبقى الفونت اللي هنا كنترول اكس احطها جوه السنتر كنترول في وهعمل رن، هيعمل نفس الحاجه. طيب عايزين نكتب بقى حاجه تحت HTML كورس، هنزل سطر واكتب هنا HTML is not a programming language وادوس رن. فوق HTML كورس بالاحمر وتحت HTML بالاسود. انا عايز احط صوره وعايز احط حاجات كتير جدا في ال HTML، في حاجات كتير قوي في ال HTML انا لسه ما اعرفهاش. التاجز فين؟ انا عايز اعرف التاجز كلها. التاجز كلها موجوده في موقع اسمه W3 Schools. تعال ندخل هنا على W3Schools.com، هيظهر الموقع الجميل ده واول حاجه ظاهره فيه HTML Learn HTML. هدوس كليك على Learn HTML، هيظهر لي في الخانه اللي على الشمال دي كل التاجز اللي انا محتاجها في ال HTML، كل حاجه. هدور هنا في الشمال على الايمج، لقيت هنا ايمجز، دوست كليك على ايمجز ظهر لي صفحه فيها صوره، وهنا لقيت اكزامبل في مثال على صوره. هاخد الكود ده زي ما هو كده كوبي وهرجع للصفحه بتاعتنا احطه هنا بيست تحت الكلمه بالظبط، تحت الكلمة هقوم عامل بيست. بيقول img يعني image و src يعني source اللي هو مكان الايمج، الايمج دي موجودة فين، وبعديها alt يعني الكلام اللي مكتوب على الايمج. لما يجي واحد يحط الماوس على الايمج على الصورة في هيظهر كلمة جنب الماوس، الكلمة دي بتتكتب في الحتة دي. طيب الصورة دي مش موجودة عندي في الجهاز، انا ما عنديش صورة اسمها كده، فانا هدخل اونلاين ادور على اي صورة انا محتاج ان انا احطها اونلاين. ولنفترض مثلا عايزين صورة لها علاقة بال HTML، فهدوس على images وهاجي هنا اكتب HTML، ظهر image ل HTML 5، فهدوس على open image in a new tab. يبقى كده في تاب تانية هتفتح، التاب دي ما فيهاش غير الايمج، فيها الصورة بس. فوق هنا التاب، فوق هنا في لينك بتاع الصورة، فأنا هعمل كوبي لللينك بتاع الصورة وهقفلها، وهاجي في الصفحة بتاعتي أحط هنا في السورس بيست اللينك بتاعة الصورة، وهاجي عند الالت أقول فيها HTML5، الصورة دي كانت لحاجة اسمها HTML5، وتعالوا ندوس رن. اللي حصل؟ اللي حصل ان الصورة هي موجودة بس الصورة كبيرة جدا. تعالوا نصغر الصفحة عشان الصورة تبان. ما زالت حتى بعد ما صغرت الصفحة الصورة كبيرة جدا. أنا عايز أصغر الصورة، أصغرها إزاي؟
في حاجة اسمها attributes، يعني انا عايز حجم الصورة يكون صغير، فانا ممكن اجي في التاجز بتاعت الامج قبل الامج ما تخلص بعد الالت حجم الصورة، الهايت بتاع الصورة مثلا طولها، ونفترض ان طولها 300، وادوس رن، هلاقي الصورة صغرت شوية. تعالوا نصغرها اكتر، خليها مثلا 100. 300 شكلها كتير، ندوس 100، ظهرت الصورة جميلة. بس في مشكلة، الصورة بعد الجملة على طول، انا مش عايزها بعد الجملة، انا عايز الصورة تحت الجملة. ازاي انزل سطر في الـ HTML؟ حاجي هنا بعد الاخر الجملة وادوس انتر وانتر وانتر، هيعمل حاجة؟ دوس رن، هتفضل زي ما هي، مش هتتغير غير لو انا كتبت له التاج اللي بيخليه ينزل سطر. التاج اللي بتخليه ينزل سطر اسمه br. هعمل اتنين تاب واكتب هنا br وادوس رن، فعلا نزل سطر بعد الكلمة. طيب انا عايز اللوجو او عايز الصورة دي تكون موجودة في النص، هعمل ايه؟ هاجي قبل الصورة واقوم عامل سنتر، واجي بعد الصورة واقوم عامل سلاش سنتر. فعلا HTML كورس بالاحمر، تحتيها الجملة بتاعتنا وتحتيها الصورة. مهما حاولت اظبط في شكل الصفحة هي شكلها وحش، لان انا مش مستخدم CSS. CSS اللي بيخلي الصفحة شكلها جميل. طيب عايز اكبر العنوان، ازاي HTML كورس دي هي بنفس حجم الكلمة دي، ده عنوان المفروض يكون حجمه اكبر. في حاجة للعنوان اسمها H1، انا ممكن اجي هنا قبل العنوان او مكاتب H1، واجي هنا بعد العنوان او مكاتب سلاش H1. HTML كورس بقت كبيرة، حجمها كبير. انتوا كده فهمتوا فكرة الـ HTML. انا مش عايز اكبر الفيديو طبعا، في حاجات كتير جدا. الحاجات دي كلها موجودة فين؟ موجودة في W3 Schools. كل التاجز اللي انت محتاجها هتلاقيها موجودة هنا في W3 Schools. لو حسيت ان HTML دي حاجة حلوة انت عايز تكمل فيها، عايز تتعلمها، هتفتح موقع W3 Schools وتختار HTML وتدخل تمسك واحدة واحدة من دول تقراهم وتحاول تطبقهم على الصفحة بتاعتك، وتشوف الكلام ده هيكون تأثيره ايه على الصفحة، وهيكون شكل الصفحة عامل ازاي بعد ما تخلص.